السلام عليكم إخواني في حلقة جديدة وملخص، نذكركم بالدعاء لإخواننا بالثبات ولشهدائنا بالرحمة. معكم جو من قناة Arabic MMA Reviews، ونبدأ بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. النزال الثاني وهو المحطة الفاصلة ضد أدريانو مارتينز. هذا النزال انتهى بالجولة الأولى بطبيعة الحال، حيث الإسلام تخلى عن فكرة ترك المنافس وصاحب المبادرة وترك أولوية الضربة الأولى له، وأخذ المنافس للأرض لما يفتح دفاعه، وما قام به والعكس تماما، حيث أصبح نزال كيك بوكسينج الالتزام بتوجيه لكمات بكمل قوته دون حساب وبتهور تاركا دفاعه مفتوح ضد مقاتل كأدريانو. وقتها لديه أكثر من 10 انتصارات بالضربة القاضية وذو خبرة كبيرة مقارنة بإسلام اليافع ذو 23 سنة، أدى إلى لكمة مضادة من أدريانو أسقطته نتج عنه خسارته الأولى وبالضرب القاضية. أدريانو مارتينز دارس إسلام هو وفريقه، خاصة كون مدربه نفسه مدرب خاص إسلام الأول في المنظمة ليو كونت، حيث اختاروا عدم الاشتباك معه وترك إسلام يأخذ الأسبقية ويكون صاحب المبادرة بتهور وعنف، مما أدى إلى تلك النهاية. تلك الخسارة كانت في وقتها المناسب وأيضا بتلك الطريقة. إسلام الآن أصبح تقني ومن أفضل التقنيين بالرياضة. طريقة التهور أو الإقدام بشراسة إن لم يخن التعبير ليست من شخصيته. الخسارة أثبتت أنه مختلف عن حبيب زميله منذ طفولة في منهجه وأسلوبه. حبيب عرف من بدايته بتلك الطريقة وأصبح أسلوب قتاله ودفاعه وهجومه مبني على ذلك. كل هذا بشهادة الجميع من مقربيه على أنه أكثر تقنية من حبيب وشخصية تميل إلى ذلك. وحتى الراحل عبد المناب نور محمد دوف رحمه الله لم يكن موافق على بداية القتال بتلك الطريقة والاعتماد على سترايكينج بل الالتزام بما يتقنانه، لكن الفريق أصر على ذلك فأصبح القتال عبارة عن كيك بوكسينج، مما أدى إلى تلك النتيجة والهزيمة الأولى.